السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة في جبهة إفادة. عندنا الكتاب المدرسي فضاء الرياضيات لمستوى الثالث ابتدائي صفحة 12. إذا كما تلاحظوا وصلنا للدرس الثاني، الجمع والطرح، الأعداد من 0 إلى 999. إذا عندنا الحصة الثانية، اكتشف وأتمرن. أولا أقرأ ثمن كل سلعة وأكتب اسم كل سلعة تحت المبلغ المناسب. إذا أعطونا هنا سلعة وهي عبارة عن قميص ثمن ديالو 282 درهم، ودمية ثمن ديالها 95 درهم، والمحفظة ثمنها 378 درهم. إذا نشوفوا القدر المالي اللي يخص كل حاجة من هاد السلع هادي. إذا غنبداو من هنا، عندنا هنا 20 درهما زائد 20 زائد 50 زائد 5 دراهم. إذا إلا جبنا 50 زائد 20 70 درهما، زائد 20 هي 80 درهما، هي 90 درهما عفوا، زائد 5 هي 95، 50 زائد 20 هي 70، 70 زائد 20 هي 90 درهما، 90 درهما زائد 5 هي 95 درهما. إذا 95 درهما هي ثمن الدمية. إذا نكتبو هنا دمية، نكتبو هنا دمية وهو ثمن الدمية كما تلاحظو 95 درهما. نكتبو اسم دمية، عندنا هنا 200 درهم زائد 100 هي 300 درهم، زائد 100 زائد 50 350، زائد 20 370 درهما، و 75 درهما، 56 عفوا هذه درهمان. إذا قلنا 375 و 75، 75، 77، 78 درهما، 378 درهما. إذا هو ثمن المحفظة 378 درهما. إذا هو المحفظة، محفظة هذا ثمنها 378 درهما. إذا بقى لينا هذا الثمن، نقدروا نقولوا القميص ولكن تأكدوا ربما ما يكونش الثمن هذا القميص. عندنا 250، 270، 272 كما تنشوفوا، 272 درهما هو ثمن القميص، عفوا القميص. إذا ثانيا قالوا لنا اشترت مريم المحفظة والقميص، ما هو المبلغ الذي دفعته أنجز؟ إذا نشوف الثمن ديال المحفظة والقميص، المحفظة 378 درهما زائد 272 درهما كيفما داروا لنا العملية هما هنا. إذا أولا أجمع الوحدات، إذا نديروا العملية نجمعوا الوحدات، 2 زائد 8 يساوي 10، أحول 10 وحدات إلى واحد العشرة، أكتب صفر في منزلة الوحدات وأحول واحد إلى منزلة العشرة. إذا 2 زائد 8 يساوي 10، 10 واحدة، نديرو الصفر في منزلة الوحدات كما قالوا لينا، ونحولو واحد العشرات للعشرات، تولي لنا عندنا في العشرات. ثانيا أجمع العشرات، 1 زائد 7 هي 8 زائد 7 هي 15، أحول 10 عشرات من 15 10 إلى إلى 100 واحدة فتبقى 5 عشرات. إذا كما شفنا في السابق في الوحدات درنا مرحلة الوحدات، دابا العشرة درنا 1 زائد 7 8 زائد 7 15، نديرو 5 العشرة نحتفظو بالواحد في المئات. نمشيو لثالثا هي مرتبة المئات، أجمع المئات. إذا هنا نخرج العملية كاملة، 2 زائد 8 10، نديرو الصفر
نحتفظ بالواحد. 7 + 1 = 8 + 5 = 15 ديرو 5 ونحتفظ بواحد. 2 + 1 = 3 3 + 3 = 6 اذا قالنا ما هو المبلغ الذي دفعته مريم لشراء المحفظه والقميص وهو 650 درهما. هي هو المبلغ الذي دفعته مقابل المحفظه والقميص. اذا هذا كل ما يخص صفحه 12 من فضاء الرياضيات للمستوى الثالث ابتدائي. تنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسوش دعموا القناه وتبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.